ها تيتحكموا لنا ويرجع شو انت قلتي لهاد المساله ديالك الى عندكم انا ما تسمعتش شي قرار لا ما غاديش تصادموا معاكم انتوا عندكم الاليات عندكم الاليات ديالكم باش تمنعوا المخاطرات علمنا بانها من الوفاه. السلام عليكم ضابط الشرطه ممتاز محمد الدمري كيوصل المكان. تنقول لكم نصارفوا وذكروا بان قانون التجمعات ينص في فصله 20 على ما اذا رفضتم الانصراف بعد الانذار الاول ودون استعمالكم الاسلحه فان العقوبه هي السجن من 6 ايام الا الى شهر واحد. وبما انكم تتجمهرون وبدون ترخيص فان العقوبه من شهر واحد الى سنه. اذا انصرفتم عند صدور الانذار الاول فلا عقوبه في حقكم. اذا لم ينفض تجمهركم هذا الا بعد الانذار الثاني وقبل استخدام القوه ومن غير استعمال الاسلحه فان العقوبه تكون من شهر واحد الى سنه واحده وتكون من سنه الى سنه اذا وقع التجمهر لي. اذا لم ينفض تجمهركم إلا بالقوة وباستعمال العنف فإن العقوبة ستكون في السجن لمدة 5 سنوات ويكون للقضاء الحق في مضاعفات العقوبة. بعد التصلب وعدم التفرق توجه لكم 3 إنذارات. الإنذار الأول: امتثلوا للقانون، إننا سنستعمل القوة لتفريق هذا التجمهر. افترقوا. امتثلوا للقانون، إننا سنعمل القوة لتفريق هذا التجمهر. افترقوا. امتثلوا للقانون، إننا سنعمل القوة لتفريق هذا التجمهر. يلا حدنا من حدنا ان شاء الله. لا غادي صافي الساحة راه